جائزة أفضل نادي لعام 2020. اسأل على الأهلي وقدراته هيقول لك وسع الأرض، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. النادي الأهلي يعني بطولات لا تنتهي وجوائز أيضا لا تنتهي، حقيقي ألف مبروك. ممكن كل لعيبة الأهلي الموجودة والكابتن موسيماني يتفضل على المسرح؟ أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يتفضل على المسرح بعد إذنكم. أنا الأهلي اللي كان والحاضر، أنا الاسم اللي هز جبال من الأول لحد الآخر، هيفضل مصنع الأبطال. أنا أدي الحياة وتحدي ولسه عندي قوة، وعندي أعدي ألف سد وعدي، أقوم وأطلع وأهد جبال. أنا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرتي في اليابان، بطل عدى حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في ضهري ومن سنين أواني قولوا بدت كتير علشاني، أنا الأهلي اللي صان العشرة، دهب مش عشرة ولا بهتان. بدايتي وكانت كده، كانت في سنين كل ده، ولسه في أكتر من كده سنين وأهلية. أهلي أكمل كلام في ضهري كتير من زمان، معايا جماهير بتسند بيا. مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم، ورايته تملي مرفوعة. أنا النجم اللي فوق في العالي، أنا اللي مفيش يدين وصلالي، أنا روح الفانيلا الحمراء وأنا الناس اللي عايشالي. أنا الأهلي اللي سابق. أنا هستأذن حضراتكم أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هو حابب يقول كلمة ختامية، اتفضل يا فندم. طبعا من دواعي الفخر والسرور إن أتسلم جائزة النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا، نادي الذي يتمتع بالجماهيرية العظيمة، أعظم جمهور في الكون، النادي الحاصل على 140 بطولة رسمية في تاريخه، منها 21 بطولة قارية و42 دوري عام و37 كأس مصر. تحية كبيرة للنادي العظيم.